انا شايف برضو معلش الفترة دي اصل فترة يعني صعبة جدا جدا. طبعا انت دلوقتي خسرت بطولة يعني خرجت يعتبر ليك يعني تاريخ فيها بقائك فيها صعب جدا زي بالظبط. ما في ريال يعني مدريد. يعني خلاص يعني الامور برضو وصلت للحد ده ان ما فيش اداء. لا طبعا لازم واقفة 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 حازمة. فانا شايف القرارات اللي اتخذت اذا برضو امكن ان طارق هيقعد في نادي الزمالك ده برضو ممكن ده اللي يستثنى من الامور ديت. اللي يعني يستثنى انه طارق يقعد ان طارق يقعد حتى وان كان الكلام انه طارق اتكلم معاه امير مرتضى وكان في جلسه وعلشان خاطر التجديد، والراجل قال له انه عندي عرض من السعوديه برقم كبير، رغم انه الرقم اللي اتعرض على طارق بحسب ما قال احمد شوقي بالظبط. وهو من الروايات يعني السليمه الصادقه وصل ل 20 مليون. 20 مليون مبلغ وهو مش معروض عليه قليل 3 مليون دولار برضو، عشان بالظبط. برضو اقول لك الرقم اللي قاله احمد شوقي بالظبط. يعني مبلغ مش قليل. يعني انا برضو 3 مليون دولار كل لعيب هيفكر في المبلغ الكبير ده 3 مليون دولار. لكن انا في نادي الزمالك بفكر في الاسم الكبير اللي انا هلعب معاه وهفنش معاه. دي كلها فلوس لوحدها او ملايين الدولارات لوحدها. ده زائد ان انا بكرمك وبديك 20 مليون. فبالتالي السنة طارق لازم يفكر كويس قوي لان لعيب اولا مجتهد، لعيب كويس، لعيب ملتزم، لعيب راجل في الملعب. فلازم يشغل دماغه كويس قبل ما ياخد القرار. ان طبعا انا شايف ان امير قعد معاه والقعده يمكن ما اصفرتش على ان هو هيجدد او هيكمل. فطبعا القرار والاختيار بتاع طارق في الاخر. لكن هتخسر نادي الزمالك، هتخسر الجمهوريه الكبيره اللي انت عملتها، الشعبيه بتاعتك، الاسم اللي انت عملته في النادي الكبير ده. فلازم يفكر بدل مره مليون مره. اذا كانت الامور النهارده انتهت بالنسبه لامير، فانا بقول برضو ان نادي الزمالك مش هيقف على اي لعيب مهما كان حجمه ومهما كان اسمه.